السلام عليكم. احنا هنتكلم في مجموعة الفيديوهات اللي جاية دي عن السنترال الديجيتال 1232، 12 خارجي و32 داخلي. ده كونفيجريشن اللي كان بينزل بيه السنترال في اول فيرجن، لكن هو بيعلى عن كده بيتضاعف على الاقل. هنشوف مع بعض. سنترال بيجي اساسا، اولا هو بيتفتح من الجنب من هنا من خلال المسمارين دول، وهنبص نشوف جوه السنترال. دي الكروت الأساسية في السنترال. ده بيدي 8 اكستنشن عادي بلس 8 اكستنشن ديجيتال، وده بيدي 8 ديجيتال و 8 سنجل لاين تليفون. يبقى الكارتين دول مع بعض هيدوني على الكابينة 16 عدة عادية بلس 16 عدة ديجيتال بلس 8 خط خارجي 2 4 6 8. كل جاك من دول بيتوصل عليه 2 خط خارجي، الطرفين اللي في النص خط والطرفين اللي بره خط، يعني 1 و4 خط و2 و3 خط. هنشرح كل الجاكات الموجودة على السنترال بتاعت ايه. هنبص من الجنب بس الأول، هنا هنشوف ده المكان اللي بيدخل فيه كابل الكهرباء، ده مفتاح الاون اوف اللي بفتح بيه السنترال، ده المكان اللي بحط بيه الجاك بتاع الاكسترنال باتري ادابتر، ده المخرج اللي بوصل منه سيريال انترفيس عشان اعمل برنامج او عشان اخد بيانات المكالمات عشان اطبع على البرينتر. وقلنا الجاكين دول عشان اوصل عليهم اول 8 خط او اول 16 خط ديجيتال وعادي، وده عشان تاني خط تاني مجموعة اللي هي 16 ديجيتال وعادي، دول 8 الخارجي. عندي هنا 2 external pager، يعني اوصل هنا امبليفاير رقم 1 وهنا امبليفاير رقم 2، كل امبليفاير عليه مجموعة سماعات، واقدر انده على السماعات المتوصلة على الامبليفايرات دي من خلال سماعات التليفونات المتوصلة على السنترال. عندي هنا 2 مخرج للإكسترنال ميوزك سورس. طبعا السنترال فيه بيلت إن ميوزك سورس، لكن أنا لو عايز أغيرها أو أحط أي حاجة تانية متسجلة أو مادة إعلانية، أنا عندي متاح هنا الأول وهنا التاني، فدول إكسترنال، 2 إكسترنال ميوزك سورس بورتس، ودي 2 إكسترنال بيجينج بورتس. ننزل تحت شوية هنلاقي المفتاح اللي بيعمل كلير ويشغل السنترال على النورمال لما بحب ارجع السنترال على وضع المصنع. هنا ده مفتاح الريسيت، هنا ده المخرج او ده مش مخرج، ده المكان اللي بوصل عليه كارت الدورفون. ممكن احط هنا كارت الدورفون يشغل لي 2 سماعة و2 دور اوبنر في نفس الوقت. هنا مكان عشان احط فيه كارت الديزا عشان الرسائل، طبعا هو بيدي 4 رسائل بس وهو 2 شانل كارت الديزا بتاعه كويس، وكل كابينة بيركب عليها كارت ديزا واحد، يعني دي نقطة هتبقى يعني مش قوية قوي في السنترال، على اساس ان السنترالات الجديدة 4 شانل وممكن تزيد عن كده كمان، ورسائل فيها لحد 64. لما بركب كارت الديزا هنا في المكان ده بوصله هنا، مكتوب عليه حتى هنا كارت، مكتوب عليه هنا ديزا، تمام. فده كونكشن بتاع كارت الديزا، ده كونكشن بتاع كارت الدورفون، ده كونكشن بتاع كارت
System Interconnection، لما بكون عايز أربط سنترالين ببعض بحط كارت هنا، وفي الكابينة التانية هيبقى فيه كارت تاني زيه بالظبط، وهيبقى فيه كابل ربط ما بين الكارتين، وهنوريكم الكارت ده. فده المكان اللي بوصل عليه كارت الريموت، كارت الانتركونكشن لما بحطه هنا. هنا كارت الريموت بيركب في الحتة دي عشان اقدر اعمل ريموت بروجرامينج عن طريق المودم. فادي المخارج الثلاث مداخل دول عشان الكروت الإضافية اللي بتتحط على الكابينة. وعشان نشوف الكروت الإضافية اللي بتتحط على الكابينة هنرجع تاني لوش الكابينة. هنا أنا بقدر أحط الكروت، أولا أنا عندي ثلاث أماكن لثلاث كروت، بحط أي كارت بأي ترتيب ما تفرقش معايا. أشهر كارت هو 16 SLC اللي بيتحط فيه أو بيتوصل عليه بمعنى أصح 16 عدة عادية. في نوع تاني من الكروت الاكسبانشن اللي ممكن تركب هنا أو هنا أو هنا حتى، بس ماكسيمم هيبقوا 2، مش هقدر أحط 3 كروت داخلي على الكابينة، هما كارتين بس، يا إما 2 16 يا إما 1 16 1 8 يا إما 2 8 أنا حر. كويس. نفس طريقة التوصيل هي هي، التعريف بيتم عن طريق البرنامج. السنترال طبعا لو أنا مركب الكروت لأول مرة وبعمل initial setting هيشوف الكروت وهيعرفها، لكن يستحسن دايما الرجوع للخطوة 109 عشان أعرف الكروت، ودي هنتكلم عليها في الجزء الثاني بتاع البرنامج. فيبقى أنا هنا أقدر أحط كارتين 16 عادي، وهنا هيبقى عندي إمكانية إن أنا أحط كارت 4 خارجي كمان عشان يبقوا 12 خط خارجي. أنا عندي هنا 8 على الكابينة أساسيين زي ما قلنا، وبعدين أقدر أحط أديشنال كارت 4 خط خارجي، وده الجاك اللي بيركب عليه. أو ممكن أحط كارت E1 هنا أو DID. أنواع كتير من الكروت. إيه اللي بيحكم الكروت؟ اللي بيحكم الكروت الفيرجن بتاعة السنترال، لأن السنترال اتعمل له أبجريد كتير جدا جدا على مدار سنين طويلة. لما بفتح الباب الصغير ده بشوف الإبرومز وبعرف الفيرجن بتاعتها. هنا مثلا الفيرجن B232L، ودي متقدمة جدا يعني، ودي 21 ودي 20، دول الاتنين IC المسؤولين عن الفيرموير أو الديفولت بروجرامينج بتاع السنترال، وهم بقدر أشيلهم أغيرهم وأحط غيرهم لما أكون عايز فيتشرز من الفيتشرز الجديدة اللي نزلت في الفيرجنز اللي بعد كده. هنا في مفتاح مهم جدا لازم ناخد بالنا منه. المفتاح ده بستخدمه لما بربط كابينتين ببعض، لأن كابينة منهم هتبقى ماستر اللي هي الأساسية مثلا، والكابينة التانية هتبقى سليف. تمام. طبعا في الوضع العادي لازم تبقى على الماستر لأن هي كابينة واحدة فهي ماستر. تمام. برضو في خطوة في البرنامج أنا ممكن أفتحها وأعرف الفيرجن بتاعة الإيبروم اللي راكبة على السنترال، ودي هنشوفها في الفيديو بتاع البرنامج. ده كل الكونكشنز اللي ممكن نعملها على السنترال. وطبعا في كونكشن مهم جدا، طبعا هنا في كونكشن مهم ناخد بالنا منه، مسمار بتاع الأرضي. الأرضي مهم جدا 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 للسنترال، لحماية السنترال، ده الإرث كونكشن. تمام. مفيش أي كونكشن تاني ممكن نتكلم عنها في السنترال، احنا قلنا كل الكونكشنز الممكنة إلا إن دول ليدز عشان أحط الكابلات جواهم، مش أكتر من كده. الفيديوهات اللي جاية بقى، الفيديو اللي جاي على طول هنشرح فيه التركيب إزاي نوصل يعني، والفيديو اللي بعده واللي بعده هنتكلم فيهم على البرنامج وعلى اكتر مشاكل ممكن تصادفك وانت بتتعامل مع السنترال D1232. زي ما قلنا السنترال بيبدا 8 و16، يعني 8 خارجي و16
دخل عادي و16 ديجيتال، ولما بضيف عليه كارتين زي كده فانا ضفت 16 عده عاديه و16 عده عاديه، يبقى 32 عده عاديه بلس 16 موجودين على الكابينه الاساسيه، يبقى 48 عده عاديه. يبقى هو بالتكوين اللي قدامنا دلوقتي بيشغل 8 خط خارجي، 48 عده عاديه، 16 و16 32 و16 اساسيين، يبقى 48 بلس 16 عده ديجيتال. وبالمناسبه دي عده ديجيتال، هي مشهوره جدا، بتركب مع السنترال الديجيتال، بتركب مع الدي 500، وبقدر اشغلها كمان مع السنترالات الاي بي. العده 77 30 المشهوره جدا بتاعتنا برضو بتركب مع السنترال، بس هي هتاخد في الحاله دي اربع اطراف. السنترال زي ما قلنا الثمانية بورت الاولانيين بيبقوا ديجيتال وعادي، يعني 8 ديجيتال و8 عادي. لو انا استخدمت العده 77 30 هيبقوا هم 8 بورت بس، يعني 8 عدد 77 30. لكن لو استخدمت اي موديل من موديلات العدد الديجيتال هقدر اخد عده ديجيتال بلس عده عاديه. دي العده الوحيده اللي بتاخد البورت لوحدها. تمام؟ العدد الديجيتال في منها موديلات كتيره هنتكلم عنها في الفيديو اللي بعد اللي جاي مع البرنامج، لما هنيجي نتكلم ازاي نعمل برنامج. اتمنى يكون الفيديو مفيد ليكم، ونشوفكم على خير. سلام عليكم ورحمه الله.